سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم يا رجال؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنغير شويه، بنلعب سلاذر دوت اي او اللي هي لعبه الثعبان. طيب هنحاول نطلع الى القمه. ماشي، دي الدوده بتاعتنا الجميله، يلا بينا نحاول نلاقي اي دوده. لقيت دوده اهي، اول دوده. هل هخدعها ولا هتخدعني؟ دوده كبيره، تعالي تعالي يا انا طالع، يا انا طالع. يا ابن طيب موتني يا جدعان، ودي كانت اول محاوله ليا وانا رجعت صغنون تاني. او ماي جاد، اول ضحيه. اوبا، وات ذا فك، تاني ضحيه. حلو قوي، وقعت اتنين ورا بعض يا جدعان، عاش. خلينا نحاول نجيب ام الدوده البنفسجيه دي، هي بتحاول تجيبني وانا بحاول اجيبها. يا ابن اللذينه، يا ابن اللذينه يا صايع. معرفش ازاي ما انفجرتش، والله العظيم عاش. ماشي، الدوده دي شكلها خبيث. نوت توداي برو، والله طلعت العيب فيها يا جدعان. خاف بقى من الدود الصغير ده، بيبقى حركته سريعه قوي. ولد ولد، او ماي جاد، او ماي جاد. بس كده، لا فتح، انا عايز اقفل عليه. خلاص خلاص انا هسيبك تعيش، مش عشان انا طيب. او ماي جاد، مش عشان انا طيب، عشان انا مش عارف بقى بتعملوها ازاي الحركه دي. طيب انا بقيت موت نفسه. قشطه، خد 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 خد. ولد ايش؟ طب ايه دوده كبيره يا جدعان، بقت دوده كبيره. اوه في دود كتير. شيت، نو جاد، نو جاد، بليز نو نو. يا الله، والله العظيم اتعمل لها مينيمايز يا جدعان، حرام والله. طيب والله رنايه حلوه، بس حصل تكنيكال ايشوز فالدنيا باظت. يلا نبتدي تاني. رجعنا دوده صغننه بس لونها برتقاني، شكلها روش. عايزين بقى يا جدعان نوقع دوده كبيره ولا حاجه عشان نخش في الاكشن على طول. ايوه في دوده كبيره هناك اهي، يا نهار ابيض، حاطط علم يو اس اي. ده ما اعرفش هو فين ده ولا بتبتدي منين. اللعبه دي مسليه قوي يا جدعان، لو انت مثلا زهقت من لعبتك المفضله وعايز تاخد سمول بريك انصحك. اوه يا ابن اللذينه، تعال انت عشان دوده كبيره يعني وربنا كرمك ولد. طب انا كده معيش بوست تاني، احنا صغيرين زي بعض، بلاش نأذي بعض. هاي هاي هاي، عايزين نوقع دودة كبيرة يا جدعان مثلا كده، انما الدود الصغنن ده بلاش. يلا بينا يا مستر حموقة، ادي وقعنا الدودة اهو وكلناها الحمد لله، بقينا نوعا ما دودة بكلبظة شوية. ايوه يا مستر حموقة. ماشي، انا بقيت ثعبان كبير، في دوده صغننه هنا، خلي بالك منها. الله يا مستر حموق، او ماي جاد يا ابن الصيعه، هو الواد اللي فيه الوان كتير. مش هنيأس يا جدعان من محاوله ان احنا نبقى اكبر دوده. ماشي، او ماي جاد يا مستر حموق يا جامد. الواد ده هيحاول معايا بس على مين؟ تعال طالع. انا خسرت حجم كله. خسرت حجم كله، انا بحاول اشفطه. شيت، عايزين يا ابن اللذينه، كان هيوقعني والواد ده. ماي جود، ولد ولد. نبايا ولا وقع منه اي حاجه يا جدعان. عالمي، تخيلوا يا جدعان واحد. ماي جود، ماي جود. يا ابن اللذينه يا واطي. طب يا رجاله، لغايه هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. دي كانت لعبه سلازر دوت اي او، لعبه كده تلعبها في نص البريك بتاعك وانت بتلعب لعبتك الاساسيه. ما تنسوش يا جدعان لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتخش السيرفر بتاع الديسكورد بتاعت ايه تحت في الديسكربشن لو عايز تكلمني، وتخش برده تعمل لايك على الفيسبوك بيج بتاعتي، بينزل عليها كل الاخبار وكل الحاجات الخاصه بالقناه، وفي لينك للدونيشن لو حابب يعني تعمل دونيشن. شكرا جدا يا جدعان، كان معكم مستر أحمد إلى فيديو جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.